وكذلك إلى لأنه قد يؤدي حضور الخصم الاستجوابي إلى حصول إقرار منه. كذلك يكون للقاضي أن يقرر الانتقال إلى مكان المنازعة سواء بطلب من القصور أو بناء على أجل. لكن القانون يمنع ما شرط أن يكون أثناء معاينته لمكان المنازعة بحضور القصور. فرق بين أن يكون الطلب هو من انتقاء نفسه إذا قرر وأراد أن يكتشف الحقيقة وأن ذلك متوقف على انتقاله بنفسه إلى محل المنازعة لأن الملابسة كثيرة، فيكون من حقه ذلك إما من تلقاء نفسه أو بناء على أي حضور القصور. لكن أحطاف المشرع هنا واشترط أن يكون حضوره في مكان معين بحضور الخصوم. طيب، وله أيضا للقاضي أن ينتدب خبيرا في بعض المسائل الفنية، في بعض المسائل الفنية القاضي ليس على كل شيء قدير ويكون بحاجة إلى أهل الخبرات كما في المسائل الطبية والمسائل المتعلقة بالمسائل التي لا يستطيع الفصل فيها، ينتدب خبيرا من أهل هذه المسائل أو الاختصاصات الفنية ويقوم به تقرير ويعتمده. وبالتالي ايضا هذه سلطه اخرى من السلطات التي منحها المشرع لمن القاضي. وله ايضا ان ينتدب خبيرا في بعض المسائل الفنيه ليقدم له تقريرا بشانها. وكل هذه السلطات القاضي يكون له كما قلنا يكون له ان يقوم بها سواء بناء على طلب الخصوم او من تلقاء نفسه. كذلك اعطى المشرع لمن القاضي حرية واسعة في تقدير قيمة بعض الأدلة كما قلنا هنا بالنسبة لقيمة الأدلة التي حسب المشرع قيمتها وحبيتها لا مجال القاضي. أما الأدلة التي تركها ولم يبين حبيتها فيكون القاضي هذا الحالة قوة السلطة في تقدير حبيتها. كذلك أعطى المشرع اليمني القاضي حرية واسعة في تقدير قيمة بعض الأدلة التي محدد لها القانون حبية معينة كالشهادة واليمين. بالذات هذين الدليلين الشهادة واليمين والقرائن القضائية كذلك والقرائن ايش؟ الواقعية. فشهادة الشهود تخضع لتقدير القاضي إذ يكون من حقه أن يأخذ بها أو يطرحها بعد أن تدرى الشهادة أمام القاضي. عليه أن يستنتج من خلال عدالة الشهود أو عدم عدالتهم وطبقة أقوالهم لما أدلوا به من شهادة أو تعارضها ويوزن هذه المسألة كلها فيأخذ بها أو يطرحها. هذه مسألة كما قلنا تقديرية أعضاء المشرع القاضي. ويكون القاضي أيضا عند تعدد الأدلة وتضاربها أن يرجح دليلا على آخر، وهذه مسألة خطيرة جدا. حينما تتعارض الأدلة كثير من القصور وكثير من المنازعات تتعارض فيها الأدلة وتتنافى. كل خصم يؤدي بدليل يناقض الدليل الآخر. فما هو دور القاضي هنا؟ لابد من الترجيح. هنا يعمل منهج الترجيح. ومنهج الترجيح هذه مسألة أيضا خطيرة من القاضي تحتاج إلى قاضي نزيه شريف أمين موقعي محايد عنده من الأمانة والاستقلالية ما نؤدي إلى كشف الحقيقة. أن يربح دليل على الآخر دون قبوله في ذلك لا يكون خاضعا في لا يكون في تقديره كما قلنا في ترجيحه الأدلة خاضعا لتقابل محكمة النقد بشرط واحد أن يبين في حكمه سبب الترجيح من الأسباب الحيثية التي يجب أن تشتمل عليها حكم القاضي في هذه المسألة. إذا ما قام بترجيح دليل بنى حكمه على دليل رجحه أخذه من مضمون من مجموعة أدلة متنافرة قدمها القصور بشكل متعارض وبالتالي رجح أحدهما فلا بد أن يبين ذلك في الأسباب الحية يبين ذلك وبالتالي لا يكون في تقديره هذا خاضعا لمن برقابة محكمة المحكمة العليا. كما اعتبروا سلطة التقدير مطلقة فيما يتعلق في الأخذ بالقرائن القضائية. طبعا قرائن القضية هي يعني ملك القضية يستطيع أن يقتنع بها ولا يقتنع بها ما سبق من أقضية تمام واستند الى قرائن واستشف منها يكون من حقه ان يقبلها ولا يقبلها ويقدرها فيقول له تبعا لذلك ان اخذ وسائل الارتباط الحديثه يعني وسائل الارتباط الحديثه التي لم يصل المشرع الدنيا عليها التي قام بها مثل ايش؟ مثل قضيه ايش؟ التسليم المغناطيسي للصوت يعني في هذا الحاله صحيح ان القانون مثلا في القانون المدني نص على جواز التعاقد بالتلفون لكن في كثير من التعامل الان في الانترنت خاصه بالانترنت عن طريق الويب او عن طريق ايش؟ عن طريق العنوان البريد العنوان الالكتروني. هناك لا يعني معظم القوانين العربيه تدخلت واصدرت تشريعات خاصه في التعامل الالكتروني، في التعاقد الالكتروني، لانها تثير مشاكل كثيره. فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشا بعدها وفي صفقات بمئات الملايين. ومعظم التجاره الدوليه تتم عن طريق الانترنت، لكن المشرع اليمني الان لا يزال في نقص شرعي، لم يتصدى لهذه المساله ويخرج لها قانون يتعلق ب كما قلنا وسائل الاثبات او التعامل بالدرون. ايضا التصوير الشمسي
الصور الى اي مدى تكون هذه الصوره دليلا وحجه؟ هذه تتبع من القرار القضائي، هذه تعتبر قرار قضائي. اذا كل ما لم ينصر عليه القانون من طرق حددها في الماده 13 يمكن ان يلجا القاضي الى القرار القضائيه ويستنتج منها، يعني ويستخدم هذه المسائل التي اغفل المشرع عليها ولم ينصر، التصوير الشمسي وتحليل الدم وغيرها من الوسائل العلميه الحديثه. طيب اما فيما يتعلق بالادله ذات الحجيه كما قلنا ذات الحجيه المطلقه فليس للقاضي اي دور او سلطه في تقديرها طالما وقد سبقه المشرع وقدر ذلك، واهمها الدليل الكتابي واليمين احيانا والاقرار. فنص المشرع على الدليل الكتابي سواء كان دليلا محررا رسميا او عرفيا على حجيه مطلقه يعني امام الكف، وبالتالي يكون القاضي ايضا من هؤلاء الكف الذين يجب احترام هذه الحجيه، فلا يستطيع ان ايش؟ ان يعدل منه ويخرج منه وياخذ أو ينتقص من حجيته. أما فيما يتعلق بالأدلة ذات الحجية المطلقة فيكون القاضي مقيدا في سلطته التقديرية إجابه، حيث يكون ملزما في الحكم بمقتضى الدليل الكتابي المستوفي لشروطه سواء كان محررا رسميا أو عرفيا، لأن هذا المحرر يعتبر حجية على الكافة بما فيهم القاضي ما دام لم يحصل إنكارها أو الطريق الطعن فيها بالتزوير. يعني هذه في حالة التوافق عليها، الخصوم لم ينكرها، الخصم الثاني الذي ابتدى بالدليل العرفي أو بالكتاب العرفي عليه ساكت ولم ينكره حتى خلاص إذا كان هو صادر منه. في هذه الحالة القاضي لا يحق أن أي شيء يتدخل من جديد ويقدر الدليل الكتابي من جديد. سواء كان قلنا رسميا أو عرفيا طالما توافق الشروط ما دام ايش؟ لم يحصل إنكارها والطعن فيها بالتزوير. كما اعتبر القانون اليمني أيضا اليمين الحاسمة دليلا لمن أداها أو أنكرها أو دليلا على من أنكرها، دليلا لمن أداها. اليمين الحاسمة ما هي؟ الذي يحصل فيها النزاع يعني ينتهي يعني أن الأدلة لم تتوفر وبالتالي يوجه اليمين الحاسمة، فقد يوجه للمدعي وقد يوجه للمدعي، فإذا ما أداها اعتبرت حكم عن دليلا له ويبني الحكم عليه، وإذا ردها على الطرف الآخر فيكون أيضا قيدا بذلك. كذلك ايضا كما قلنا اعتبر القانون اليمني اليمين الحاسمه دليلا لمن ادى او دليلا على من نكل عنه، فلا يقول القاضي هو اذا وجهها ونكل عنها ولم يؤديها فيكون دليلا عليه، يتحول من دليل له الى دليل عليه، فلا يقول للقاضي ان يعدل عنها الى غيرها مهما كان الحق ظاهرا على خلافها، وهذا نص عليه ايضا قانون اثبات اليمين. كذلك في الاقرار حين اعتبره القانون في بعض في نص الماده 87 اثبات حجة قاطعة على المقر إذا توفرت له شروط متعلقة بالإقرار ذاته وبالمقرر له وبأيش؟ نعم الشروط إذا توفرت له شروطه فتكون حجة. إذا توفرت الشروط المطلوبة في الإقرار ذاته والمقرر له والمقرر به المقرر. طيب نخلص من هذا في موقف المشرع اليمني بالنسبة لمذهب الاتفاق أنه أخذ بالمذهب الخطأ. الخلاصة فيها أن ما خوله القانون اليمني القاضي من سلطات في الإثبات وما فرض عليه من قيود إنما قصد به تمكين القاضي من الوصول إلى تحقيق العدالة مع اتقاء تحكمه ودوره عند الاحتياط حتى لا يدور القاضي في قضائه مع اتقاء الذي يجيب التلفون داخل القاعة، هذا مش منتظر يعني الإجابة على التلفون والفرض أنه يغلق التلفون لأنه يسكر عن الناس مع اتقاء تحكمه. طبعا هذا المنهج الذي اخذ به القانون اليمني في قانون الاثبات والذي نهج به اخذ بالمذهب المطلق يعني الذي هو بين المذهب الحر والمطلق وبين هذا المقيد القانوني كان يقصد به اتقاء تحكم القاضي ودوره وصولا في النهايه الى تحقيق قدر من التوازن المنشود بين العداله في ذاتها واستقرار التعامل. هذا ما يتعلق به موقف المشرع اليمني من ايش؟ نعم من نظام الحر للنظام المقيد. نعم طبعا مذهب الحر المطلق هذا هو السائد في الشريعه الجرمانيه تعمل كل ايش القانون الفرنسي والقانون الالماني والقانون الانجليزي هم لا يتبعون ايش بالمذهب الحر المطلق الذي لا يتكاد فيه القاضي ولا الخصوم بادله فالخصوم حرام في ان يلتمس الدليل من اي طريق سواء نص عليه القانون او لم ينصه والقاضي ايضا يكون حرا في قبول الدليل او عدم قبوله. وكذلك القانون الامريكي ياخذ به الى حد كبير كما ياخذ هذا المقام كما قلنا في الفقه الاسلامي ابن القيم واستاذه ابن تيميه.
طيب ندخل الان الى مبدا حياد القاضي. اخذنا الان مبدا ايش؟ مبدا النظام القانوني الخاص. كما قلنا الاثبات يقوم على ثلاثه مبادئ رئيسيه، انه نظام قانوني، ان القاضي فيه محايدا، ان الحكم فيه لهم دورا ايجابيا بالاجبار. طيب مبدا حياد القاضي هنا على ضوء المذاهب الثلاثه السابقه، ايش نتصور في حياد القاضي؟ هنا يكون طبقا للاخذ احدى المذاهب السابقه بالمذهب الحجري في المذهب، نعم في المذهب الحجري يقول له شيعه وسلطه كبيره، في المذهب القاسي يكون سيكون تعدد يكون سيكون، وفي المذهب الاخضر هو بين توازن. طيب على ضوء المذاهب الثلاثه السابقه للاثبات يكون بحال ما قبل القاضي في الاثبات يتوقف تبعا للمذهب السائد، ففي المذهب الحر او المطلق يكون القاضي دورا ايجابيا يسمح له بتوجيه القصور واستكمال ما نقص من الادله واستيضاح ما امكن منها. اما في المذهب القانوني او المقيد يكون دور القاضي سلبيا محضا، حيث لا يعد دوره في هذه الحاله سوى ان يكون ان يتلقى ادله الاثبات كما قدمها القصور كما قدمها القصور دون ان يتدخل من جانبه، ثم يتعين عليه ثانيا ان يقيم ويقدر كل دليل طبقا لما نص عليه القانون. اذا لا يكون عليه السلام اجمع انت معنا؟ تفضل قل. وايضا فليس له ان يطلب كما اكمال الدليل، لهذا ليس له ان يكون في المذهب المقيد لا يكون للقاضي يعني ايش؟ تقدير الدليل لا يجوز له اكمال الدليل الناقص حتى ولو كان الدليل ناقصا، فليس له ان يكون الدليل ناقصا. بل يجب ان يقدره كما هو التقدير في الحاله التي قدمه فيها الفصول. وفي المذهب المفترض كما قلنا يكون القاضي في مرحله وسطى في موقع وسط بين الايجابيه والسلبيه. على انه ينبغي هنا ان يكون اقرب الى الايجابيه حتى في المذهب المفترض المفروض ان يكون القاضي لانه كما قلنا يؤدي المذهب المقيد الى يعني مثالب سيئه جدا يؤدي الى غموض الدعوه والى احيانا تحتيكها والى عدم الوصول الى كشف الحقيقه والى اطاله امد النزاع. هذه كلها مثالب يعني على المذهب المقيد او القانوني. طيب الاصل ان يكون ينبغي ان يكون اقرب ايجابيه منه الى السلطه فيلقى شيئا من الحريه في تحريك الدعوه وتوجيه الخصوم على نحو ما اخذنا في الشرع اليمني واستكمال الادله الناقصه واستيضاح ما ابهم من وقائع الدعوه حتى يستدل الحقائق واضحه على نحو ما اخذ به المشرع اليمني. طيب ايش موقف المشرع اليمني من مبدا حياد القاضي؟ هو يتبع المذهب الذي اخذ به المذهب المقيد المختلط اليمني. ذكرنا في المسألة ان القاضي اليمني هنا اخذ من المذهب المختلط في الاثبات، حيث عمل المشرع اليمني من ناحيه الى طرق الاثبات تحديدا دقيقا وهي كما الان ثمان طرق. ومن ثم منع القاضي من ان يبني حكمه على اي طريق اخر غير تلك الطرق التي حددها في انفصال ماده 13 من قانون الاثبات، كما قيد حريه القاضي في بعض الادله التي حصل التي جعل لها المشرع حبيه مطلقه كالمحررات الرسميه في الدرجه الاولى والعرفيه اذا لم ينقل الفصل الاخر كالمحررات الرسميه، لكن المشرع اليمني من ناحيه اخرى اعطى القاضي ايضا دورا ايجابيا في تحقيق الدعوه وفي توجيه الخصوم واستكمال الادله في حاله ما اذا كانت ناقصه. فالقاضي مثلا يستطيع ان يجيل الدعوه على التحقيق من تلقاء نفسه، كما يستطيع ان يعين خبيرا ولو ان يطلب اخبار شخصيا وان يوجه لاحدهم اليمين المتممه، كما قال له القانون سلطه استدعاء من يرى سماع شهادته اظهارا للحقيقه، حتى الشهود يقول من حقه ليس ضروري ان يتمسك القصد بشهاده او ياتي عن طريق طلب من القصد، انما احيانا اذا وجد من خلال ملابسه الدعوه ما قدم اليه ان فلان بن فلان قد يعرف هذه الحقيقه فيستحيل. وهذه ايضا من السلطات التقديريه التي شك يعني اعطاها الشرع اليمني للقاضي ولو لم يستشهد به احد، ولو ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء على ضرر الخصوم الانتقال هي محل المراجعه للمعاينه، كما اعطى القاضي للقاضي السلطه في تقدير بعض الادله التي محدد لها حكميه كما قلنا من قبل كاليمين المتممه والقرائن القضائيه. طيب المبدا الاخير هو مبدا الحق في الاثبات، وهذا مهم جدا يعني لانه الاثبات حقيقه هو حق الايش؟ حق الخصوم، وبالتالي دوره فيه دورا ايجابيا. فمبدا الحق في الاثبات او مبدا الدور الايجابي للخصوم في الاثبات. مبدا الدور الايجابي للخصوم في الاثبات هنا يقرره وتنظمه قواعد خمسه. لاحظوا ان مبدا الدور الايجابي للخصوم تقرره وتنظمه قواعد قانونيه خمسه. القاعده الاولى حق الخصم في الاثبات. والقاعده الثانيه حق الخصم الاخر في اثبات العكس. والقاعدة الثالثة لا يجوز للشخص أن يصنع دليلا لنفسه. القاعدة الرابعة
هذه ما يتعلق بمبدا الدوره الايجابيه. لابد ان نركز عليها لانها حقيقه تمثل اهميه خاصه. أربع قواعد متغيرة. حق الخصوم. أي شيء الأخير يا دكتور حق الخصوم؟ لا حق الخصوم في مناقشة الأدلة، في المناقشة. لو أنتم تعرضوا لي مناقشوها أي دليل مقدم دون أن نناقش الخصوم وقام القاضي ببناء الحكم عليه يكون حكما مشروعا بعين قابل للتعب لأنه فيها تجهيل. هذه عيب التجهيل في القضية. قلنا المبدأ بالطرق التي بينها القانون. وهذا ليس واجبا عليه